العديد من الصيادلة حجوا من مختلف مدن المملكة قصد الاحتجاج أمام مقر المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، وذلك لعدم شرعية المجالس، ومطالبين هذه المجالس بتنظيم انتخاباتهم وفقا لظهير 1976 المحدث للهيئة. هذا الظهير ديال 1976 ينص في مادتيه 7 و28 على تجديد نصف أعضاء المجالس كل سنتين مع تنظيم انتخابات شاملة كل 4 سنوات، في حين أنه آخر تاريخ تنظيم انتخابات داخل الميناء كان هو 31 غشت 2015. يعني في 2017 لم يتم تجديد نصف الأعضاء، وفي 2019 لم يتم تنظيم إجراءات الانتخابات الشاملة. هذا مما جعل هذه المجالس الجهوية وكذا الهيئة الوطنية في وضعية لا شرعية، وهذا ما قاله السيد وزير من داخل قبة البرلمان، بحيث أن السيد الوزير لم يستقبل أي تمثيلية مهنية منذ أن عين على رأس وزارة الصحة، وذلك لعدم شرعية هذه المجالس. اليوم نحن أمام تحديات كبرى وأمام مشاريع قوانين تمرر مشاريع قوانين تهم مهنة الصيدلة تمرر دون استشارة المهنة ودون إعطاء الفرصة للمهنة تقديم مقترحاتها قصد إنجاح هذه المشاريع القوانين. أهم هذه المشاريع هو المشروع الملكي للتغطية الصحية اللي نحن اليوم مطالبون ومجندون قصد إنجاحه، لكن مع كامل الأسف لم تعط لنا الفرصة لتقديم مقترحاتنا قصد ضمان سيرورة وديمومة هذا المشروع ديال التغطية الصحية. وذلك السيد الوزير يتحجج بأنه المجالس الجهوية والهيئة الوطنية غير شرعية. إذن اليوم نحن كصيادلة نطالب السيد الوزير بالتدخل وفقا لظاهر 76 في مادته 13 التي يقول لك بأنه يعطي الحق للوزير بحل المجالس وتعيين لجنة خاصة مؤقتة يعهد إليها تنظيم انتخابات في مدة لا تتجاوز 3 أشهر. السيد وزير الصحة راسل المجالس الجهوية تقول لهم باش ينظموا انتخابات ديالهم، لكن لا زالوا ليومنا هذا يتعنتون والمهنة تسير في الضياع. هذا المجلس الذي لم ينظم انتخاباته منذ سنة 2017 على اعتبار أن ظاهر 1976 المنظم للهيئة الوطنية للصيدلة يتحدث على ضرورة انتخابات المجالس كل سنتين. إذن بعد الوقفة الاحتجاجية الأولى التي نظمناها الأسبوع الفارط بمدينة الرباط أمام دار الصيدلي من أجل التنديد بنفس هذا الوضع، اليوم نحن في مدينة الدار البيضاء أيضا نندد بلا شرعية هذه المجالس التي أصبحت تداعياتها على عدة أصعدة. أولا على مستوى تنظيم قطاع صيادلة الصيدليات وقطاع الدواء بشكل عام، هناك مشاكل تنظيمية تعيشها صيدليات على المستوى الوطني، هناك جمود ديال مجموعة ديال الملفات المهنية التي يبت فيها على مستوى وزارة الصحة بدون أي مقاربة تشاركية، على اعتبار أن وزير الصحة يعتبر أن هذه المجالس غير شرعية ولا يمكن أن يتحاور معها، وهو يطالبنا بمحاور له الشرعية وله الشرعية والمشروعية، ولكن نحن أيضا نقول له نعم نحن هنا في الميدان نندد، ولكن أيضا لكم مسؤوليات يجب أن تتدخلون بموجب هذا القانون الذي نتحدث به ديال القانون 1976، لأن وزارة الصحة بمعية الأمانة العامة للحكومة لها صلاحية ديال التدخل من أجل إعادة الشرعية لهذه المجالس وتنظيم انتخابات ديال هذه المجالس.